مشاهدين مجددا أهلا مرحبا بكم في حوار تونسي في لقاء خاص مع ضيف اليوم. حقيقة لقاء يتعلق بقضية وكتاب. ضيف اليوم سي محمد علي كيوا أخيرا أصدر كتاب ضخم بعد تشاهدوه في الشاشة موقع البهائيين في الحركات الهدامة. يبدو أن هذا الكتاب أثار حفيظة البهائيين واليوم موضوع شكاية في المحكمة التونسية. ولات اليوم كل كتاب تقريبا وكل يوم في قضية في علاقة بمسألة قضائية مسألة ثقافية أو مسألة تخص كتاب. سي محمد علي أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيدي ربي فيك إن شاء الله. كتاب المفروض أن العباد يحتفلوا بخروج كتاب. كيفاش؟ المفروض أن العباد يحتفلوا بخروج كتاب. هذا المفروض. اللي يصير أنه ولينا كي يخرج كتاب تولي يعمل مشكلة قضية اليوم. هذا الواقع. موقع البائعين في الحركات الهدامة كتابك الصادر الجديد، شنو هي مشكلة اليوم عمل القضية اليوم؟ مشكلة هذا الكتاب ولدت معه. المشكلة ولدت مع هذا الكتاب. قدمته هنا في تونس في عهد الزين للطبع 3 مرات ورفض، وأخيرا يدعوني زين العابدين الرئيس السابق إلى القصر ليسألني أسئلة ما كنت أتوقعها. هو سألك؟ نعم. ولا شخص آخر بالوكالة؟ هو كان مدير ديوان، ما عرفش نسيت اسمه. ما ليناش فيه يعني رئيس سابق. قلت رئيس زين العابدين بنفسه. فوجدت على مكتبه أكداس وأكوام من المحاضر الفرق المختصة الأمنية. في علاقة بك أنت؟ نعم تتعلق بي أنا، لأن بحثتني الفرق المختصة عدة مرات في إدارة الأمن في ناجي الحسين بوزيان، بحثتني فرقة أمن الدولة. علاش يبحثوا فيك؟ بحثتني إقليم المدينة في باب سويقة والقصبة. سي محمد علي. نعم سيدي. علاش هذا كله؟ من أجل هذا الكتاب. حتى قبل أن يصدر؟ حتى قبل أن يصدر. علاش فيه شنو كتاب موقع البهائيين في الحركة الهدامة؟ صعب ليه؟ هي فرصة مناسبة سي محمد علي وأنت ما تباحث في المجال الكل، اللي شاهدوا فينا ما يعرفوش البهائيين، أعطينا بس البهائيين. البهائيين هي فرقة أو بالأحرى وبعبارة أصح وأدق هي ديانة مصطنعة، ديانة صناعية. ولدت مع ظهور الباب، ما يدعى الباب. الباب هذا هو علي حسين الشيرازي. الشيرازي أيوة. هذا يسمونه الباب. الباب هذا ألف له كتاب من طرف اللجان المختصة. هذا الديانة هذه قبل كل شيء تكونت وولدت عام 1848. وين تولدت وين تحول؟ أصلها في بين إيران والعراق. البهائية. البهائية. أي. البابية ساعة، لأن لأن فلول بدأت من الباب. ما تقول الشيرازي أيوة. بدأت من الباب. وانتهت إلى البهاء إلى البهاء اللي يسموه حضرة البهاء اللي هو علي حسين المازندراني. وشني مقاومات الديانة هذه؟ هذه ديانة. علاش تقوم؟ هذا قلت ديانة اصطناعية. يعني جمعتها الصناعية. عندما تسمع وتعلم أنها ظهرت عام 1848، ألا يوحي لك هذا الأمر بشيء؟ هذا التاريخ يحل بعهد الأمان. يوحي لك بمؤتمر تقسيم القارة الإفريقية والقضاء على الخلافة العثمانية. ولأنه ما زالت شوي وقت الخلافة العثمانية. فهذه الديانة اشترك في تكوينها كل من الصهيونية العالمية والصليبية، تتزعم على رأسها بريطانيا وأمريكا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا و
بعض الدول في دول اسكندنافيا نعم. البهائية سي محمد علي شنو الدين هذا علاش يقوم عنده طقوس معينة؟ نعم. ما شنو يعبدوا بالضبط؟ العبادات ما لا توجد عبادات معينة وليس لهم صلاة مخصوصة صلواتهم أنه في أي وقت يقرأ ما يسمونه بالألواح لوح هذيك تلك هي صلاتهم أن يقرأ لوح من الألواح يكون قد أتم صلاته كيف كهذه كاللوح هذا تبعد يشاهدوها بعد مشاهدين محمد علي من أتى بهذا الدين هذا قل ديانة كونتها اليهودية الصهيونية والصليبية العالمية علاش استهداف الإسلام مش هي واحدة نفس الـ 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 العناصر الذين تآزروا على تكوين البهائية هم الذين كونوا القديانية القديانية نعم. وسيصدر كتاب إن شاء الله موقع القديانيين في الحركات الهدامة أنت مش تصدروها نعم يعني مختص في علم الأديان أنت طيب البهائية هذه اليوم أنت خرجت الكتاب موقع البهائيين في الحركات الهدامة توصيف وموقف واضح من خلال العنوان نعم. أخي عنا بهائيين في تونس عنا الكثير وين موجودين بهائيين عنا في تونس في كل شبر من الجمهورية يوجد محفل كان محفل بهائي اليوم هذه موجودة إلى الآن تجاوز البهائيون مرحلة المحافل أصبحت جامعة بهائية والجامعة هي المؤسسة التي تشرف على عدد كبير من المحافل يا سي محمد علي فجعت ما نشوفوا فيهم الناس وين موجودين هناك مبدأ يعرف بمبدأ التقية أو البعض يسميه التقية تقية نعم هو الأصل تقية مش تقية هؤلاء تلك هي سيمتهم التقية كيفاش أنت تعرفهم بهائيين سي محمد علي؟ أنا كنت في مكتبي في العمل في وزارة العدل أيوة عندي أنا فكرة من عهد دراستي في الشرق على البهائي ولكن كانت فكرة يعني ليست متسعة وأراها أنها لا تغني للإطلاع المدقق على هذه الحالة أيوة. فجاء بعض البهائيين مقدمون مطالب في الحصول على الجنسية التونسية هذه مسألة ديانة شنو دخل شنو علاقتها بالجنسية ذي لا هم 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 اتصالي بهم مش توانسة هذوما ما تجي من برا من برا أي اتصالي بهم بمناسبة يعني محاولتي من الحصول على الجنسية التونسية وقد حصلوا عليها على كل حال أيوة كثير منهم حسين منشادي الحسين هذا لقب عنده علاقة بإيران كمان نعم نعم إيراني هذا حسين منشادي منشادي في منوبة عنده ضيعة كبيرة تعرف الآن بثانية الإيراني موجودة إلى الآن؟ لا الآن طيب خلينا من الأسماء احنا سي محمد علي ماذا موجودين في تونس البهائيين؟ موجودين في تونس وين عندهم قلت ما عندهمش طقوس معينة؟ ما فماش طقوس معينة تقوم ديانتهم على توحيد العالم تحت ناموس الديانة اليهودية وتوحيد لغة العالم في لغة الإسبرانتو هذا أمر معلن مالتها؟ نعم أمر معلن هذايا؟ معلن نعم يعرفوا ثم سعي قاعدين يحركوا في الاتجاه نعم نعم هذا في بيت العدل متاعهم ما يعرف عندهم ببيت العدل في إسرائيل لا خلينا من إسرائيل نحكي على تونس هنا بيت العدل هم مرجعيتهم إسرائيل أي مرجعية البهائيين في تونس هم إسرائيل حيفا وعكا لأن طيب المسألة الصهيونية ولا يهودية التهمة اللي كنت تحدث فيها تو البهائيين نعم عندها علاقة بالصهيونية ولا باليهودية بالصهيونية واليهودية معا معا نعم بالديانة اليهودية وبالمشروع الصهيوني المتمثلة في توحيد العالم تحت ديانة اليهودية
الموسوية، هم يقولون الموسوية، وإنما هي في الحقيقة الشاؤولية نسبة إلى شاؤول ما المعروف ببولس، بولس الرسول. طيب شكون شكا بك خرج كتاب هذا موقع البهائيين في حركة الهدم؟ عندما صدر هذا الكتاب ودخل إلى تونس في معرض الكتاب الأخير، أنت أزرته البرة بعته في سوريا، في سوريا أيوة، وجاء إلى تونس في معرض الكتاب الأخير نتاع السنة السنة فاتت، نعم، حتى طبعا نتاعو في في فيفري أو نوفمبر معنا 2012. جاءت بعض الصحف، اتصلت به بعض الصحف وكتبوا عليه. ايوه. ووقع مع بعض الصحف انترفيو، يعني لقاء حوارية. سألوني أسئلة عدة، من بينها هل يوجد، سؤال سيادتك الآن، أيوة، هل يوجد بهائيون في تونس؟ بهائيون في تونس؟ قلت نعم يوجد في كل شبر، حتى طيب. في الصحراء. على ذكر الصحراء، أين في الصحراء؟ قلت في معتمدية رمادة. شخص بدون ذكر الأسماء، لا لا، شخص من منطقة كمبوت في معتمدية رمادة كان بهائي، اعتنق البهائية، وفي من تطاوين أيضا عائلات اعتنقت البهائية. إيه؟ في تونس عائلات اعتنقت البهائية. ثم حركات على طريقة الحركات التبشيرية يقوم بها ناس. نعم 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 نعم. كتبت هذا في الكتاب؟ نعم نعم. تسمحني كتاب سي محمد علي، يعني هذا كتاب ضخم الحقيقة، يطلب وقفة لأنه في معلومات خطيرة. نعم. نرجع بك للسؤال، معناتها شكون شكا بيك بالضبط؟ شكاوا بيا. انت عندك قضية في المحكمة اليوم على الكتاب هذا. نعم سي. الذين قاموا بالدعوة ضدي هم جماعة من الجنوب التونسي، من معتمدية الرمادة، من منطقة اسمها كمبوت. ادعوا أنني اتهمتهم بالبهائية. أنت ذكرت أسماءهم في الكتاب؟ أنا ذكرت اسم واحد، شخص واحد. أنا لم أقل أن عرش كذا أو قبيلة كذا بهائية كلها، لا، أنا أعرف الأشخاص، أنا ابن الجنوب وأعرف وابن الأشخاص وابن الصحراء أيضا. وابن نعم الصحراء. طيب شكاوا بيك في وقت عندك جلسة قريبة؟ قدموا قضية بواسطة محام إلى وكالة الجمهورية، فوكالة الجمهورية أحالت عاهدت بالأبحاث فرقة مقاومة الإجرام، وسمع يعني انت في وضعيه مجرم اليوم؟ نعم في وضعيه مجرم نعم اليوم. نعم هذا هو، واستغربت انا، سالت حتى سيد رئيس الفرقه، قلت انتم باعثين استدعاء للحضور لدى فرقه مقاومه الاجرام، قال يا اخي احنا نعتذر على هذا. وكان في الحقيقه الفرقه الامنيه، انا تعاملت كثيرا مع الفرق الامنيه على اختلاف انواعها، ولكن بوهرت أخيرا بهذه الفرقة وبأخلاقها وأخلاق أعوانها جميعا جميعا، من رئيس الفريق إلى أبسط الأعوان. قاعد تغزل بهم أنت عاد. نعم. أي. لا الواقع إحقاقا للحق. لا لا يستاهل كل خير، يستاهل كل خير. نعم. إحقاقا للحق. والله الذي لا إله إلا هو لقد أخجلوني عن نفسي من شدة إكرامهم لي. لأن أنت إنسان مثقف وعندك منشورات وعندك كتب وكذا، ما تنتجدير بهذا الاحترام، وهم يقدروا ما نتقدر الناس. نعم. على كل حال سي محمد عليك، وهذا هو ما 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 أثار انتباهي واستغرابي. لا لا مش غريب، راه تونس والحمد لله. لا لا مش غريب على تونس، راه نعم. ربي بقي من ستر وان شاء الله جاي خير. موقع البهائيين في الحركة الهدامة، كتاب ضخم يتحدث على الحركة البهائية أو الديانة البهائية اللي تقولي موجوده في العالم وموجوده حتى في تونس، في تونس عندها مقعد في البرلمان العالمي للديانات الذي تاسس. انا نعترف بجهلي في مساله الديانات. لا حشاك، لا حشاك، لا حشاك في المساله هذه. على كل حال مش مطلوب من الجميع، راهو باش يعرفوا. هي مناسبه بتون طلع على كتابك وناخذ فكره. على كل حال سي محمد علي، الكتاب موضوع قضيه في المحكمه،
نعم شلك حد الباس لكل حال وان شاء الله هذه ما تكونش عايقه امام انتشار هذا الكتاب وخاصه الكتب الاخرى اللي كنت باش تقوم بها. احنا باش نتابع الموضوع على قناه الحوار التونسي سي محمد علي كيوا. نحب نشكرك اليوم على الحضور معنا. ربي يبارك فيك. موفق ان شاء الله. ربي يبارك فيك. مره اخرى نقول هذا كتاب موقع البهائيين في الحركه الهدامه، كتاب للاستاذ محمد علي كيوا، نشر في دار نشر في سوريا، موجود في تونس مكتبات اليوم؟ موجود، يبدو لي انه ويباع بثمن باهظ. اي ظهر بحجم ثقيل هكا وظهر تقريبا ب 38 درهم. انا تخالفت مع لعلم كل حد الان لم اتصل بشيء من حقوقي في. انت مش مسؤول على انت هكذا. اول حاجه جاتك من الكتاب هذه هي قضيه في المحكمه. اول شيء شكرا لك يا حاج. نعم سيدي. شكرا لك محمد علي كيوا. الشكر ايضا للمشاهدين اللي تابعونا في تقديم هذا الكتاب. ربما نعود الى هذه القضيه في علاقه بموضوعها وفي علاقه بتطورات القضيه اصلا. نلتقي في بلقاء تلفزيون اخر. الى اللقاء ان شاء الله.